علشان خاطر نبدأ المشروع لحد ما ننهي. فبنقسم البروجكت لتسعة سيجمنتس. أول حاجة الـ concept evaluation في الأول خالص، بعد كده الـ requirements identification، إيه هي الـ requirements بتاعتنا وهنعمل لها إيه، بعد كده design، الـ implementation، الـ test، الـ integration، الـ validation، الـ customer test and evaluation، operations and maintenance. دي تقسيمة أي مشروع، إن يعني أنا ببدأ بالـ evaluation الأول، سوري الـ concept الأول، وبعد كده أشوف إيه هي الـ requirements اللي أنا محتاجاها، أعمل الـ design، بعد كده أطبق وأعمل implementation، أعمل test عشان أتأكد في الـ integration بتاعتي والـ validation، بفاليديت كل حاجة موجودة. بعد اشوف الكاستمر بيعمل تيست وايفالويشن، بعد كده بيبقى فيه بقى ببدا الاوبريشن واعمل مانتنس. ده السيكونس بتاع كل سيجمنت من دول. طبعا في اكتيفيتيز ومايلستونز كتير جدا، يعني مش بس الكلمه كده. في خلال كل السيجمنتس دي، ما بيروح من سيجمنت للتانيه، لازم يبقى في حاجه اسمها كواليتي جيتس او فيز جيتس. ان انا بشوف الاول الفيز اللي انا او يعني السيجمنت اللي انا خلصته دوت مطابق للمواصفات بتاعتي ولا لا، هل فعلا نجح ولا لا، علشان اقدر اروح للايه للي بعد كده. طيب ايه الستبس بقى بتاعت البلاننج فيز؟ هما الثمانية بلانز دول، يعني هما كلها بلانز. اول حاجه البروجكت بلان، ريسورس، فاينانشال، كواليتي، ريسك، اكسبتنس، كوميونيكيشن، بروبريت، procurement plan. احنا هنتكلم عن كل واحدة فيهم دي بالتفصيل. البروجكت بلان، اول حاجة في البروجكت بلان ان انا محتاجة اعمل حاجة اسمها document كده في الاول، اسمه project charter. بعد كده هنشرح ايه هو project charter. بعد كده في حاجة اسمها work breakdown structure. انا بمسك الwork بتاعي وبعمل له breakdown، وبشوف الستراكشر مين هيعمل ايه ومين هيروح فين ومين هو حاجه اسمها هيريكريال، يعني اللي هو زي ايه، ان هو بيبقى عندي فوق حاجه كبيره كده ويبدا يتفرع منها تحتيها فروع كتير. وهنشوف برضو الاشكال بتاعه الورك بريك ستراكشر، ورك بريك داون ستراكشر كله. يعني اول ما الورك بريك ستراكشر دوت بيتم الاتفاق عليه ويتوافق عليه، نبدأ بقى نعمل الاكتيفيتيز كلها والتاسكس كلها تبدأ تشتغل، ويبدأ البروجكت سكيدول ايه يتعمل بالديتيل ان ديتيلز بقى. والبروجكت سكيدول ده اكتر حاجه البروجكت مانجمنت بروجكت مانجر بيبدأ يستخدمها علشان يخاطر يعمل اسسمنت للبروجكت بروجرس بتاعي. يعني يبدأ يشوف بقى انا خلاص المرحله الاولى ديت هعمل فيها البروجكت شارت. طيب البروجكت شارتر دوت يبقى هيخلص مثلا في يومين، بعد يومين يبدا يشوف اتعمل ولا ما اتعملش. طب ايه هو بقى البروجكت شارتر؟ دي اجريمنت مكتوبه ما بين البروجكت مانجر والسينيور مانجمنت والفانكشنال مانجرز، يعني ما بين التلات اطراف اللي هو المانجر الكبير بتاع الاورجنايزيشن والبروجكت مانجر نفسه، الفانكشنال مانجرز اللي هم شغالين في المؤسسه تحت اي حاجه، زي ما قلنا بتوع الماركتنج، بتوع الفاينانس، بتوع التكنيكال مانجرز، الحاجات اللي هم الناس التكنيكال او السبيشالستس اللي موجودين في المشروع. فده اتفاقيه ما بينهم هم الثلاثه، ودي بتبقى اتفاقيه مكتوبه. ده تعريف من ضمن التعريفات. في تعريف تاني نقدر نقول ان هو a high level document that helps to define the scope of the project. فبيبقى مكتوب فيه بيساعدني ان انا اعرف ايه هو السكوب بتاع المشروع. And is typically submitted to get project approval to move on to develop a project plan. هو بيبقى أول حاجة خالص قبل project plan، قبل ما أبدأ أعمل plans بتاعتي دي كلها، فبيبقى عندي project charter دوت علشان خاطر أبدأ أقدم إن هو يتوافق عليه المشروع. الشارتر بيبقى فيه ممكن يبقى فيه client كمان، وبيبقى ليه أشكال كتير قوي. هو بيبقى محطوط فيه الـ deliverables بتاعة المشروع والـ schedule والـ budget. فهنشوف الـ elements بتاعته بقى بالتفصيل. أول حاجة الـ purpose بتاع المشروع إيه هي الـ objectives، بعد كده overview، بعد كده schedules، بعد كده resources، بعد كده الـ personnel،
بعد كده الريسك مانجمنت بلانز، وبعد كده الايفالويشن ميثودز. دي عباره عن كل الحاجات اللي بتبقى مكتوبه في البروجكت، وزي ما قلنا الحاجات دي بتبقى في اول حاجه خالص، اول حاجه زي يعتبر كأنه العقد اللي بين الاثنين. تعالوا نشوف شكله الاول معمول ازاي، وبعد كده نشرح كل حاجه فيهم. ده مثلا في بكتب البروجكت نيم، مع بكتب الناس اللي المفروض فيه، مين البروجكت سبونسر، مين البروجكت مانجر، الديت بتاع البروجكت ابروفل، البروجكت ديسكريبشن ايه هو، ايه هو السكوب، البيزنس كيس نفسها، كونسترينتس لو في كونسترينتس، الديليفربلز بتاعتي، الستاك هولدرز، الريسكس اللي موجوده، الستيرنج كوميتي يعني مين الناس اللي هشغل المشروع، البروجكت تيم، البنفيتس بتاعتي. ده شكل من الاشكال. عم نشوف شكل تاني، البروجكت تايتل، الستارت ديت والفينش ديت، تايتل ستارت ديت فينش ديت، بروجكت مانجر، الاوبجكتيفز، الابروتش بتاعي، الرولز اند ريسبونسابيلتيز، الناس كلها اللي موجوده وكل واحد بيعمل ايه، الساين اوف، مهم جدا ان هو كل الناس كل الستاك هولدرز اللي مكتوبين، اللي هو بقى هو مع السي اي او، سي اي او، بروجكت مانجر، الدايركتور اوف بيرشيسنج، الناس بتاعت الهيومن ريسورسز، الدايركتور اوف انفورميشن تكنولوجي، كل دول الناس دول فانكشنال مانجرز مع البروجكت مانجر مع السي اي او اللي هو السينيور مانجر. كل دول والريسبونسابيلتي بتاعته ايه، كلهم لازم يمضوا علشان خاطر ده مهم جدا ان هو يبقى ممضي. يعني البروجكت شارتر لازم يبقى ممضي. البروجكت انتوا هتعملوا بروجكت شارتر في المشروع بتاعكم، هتبداوا تشوفوا بقى انتوا كمشروع مين فيكم بقى البروجكت مانجر اللي هيمسك المشروع، مين اللي هيبقى الهيومن ريسورسز، مين اللي هيبقى كذا، وتكتبوا كل واحد الريسبونسابيلتي بتاعته ايه، وتمضوا على البروجكت شارتر دوت. كل الكلام ده هيبقى موجود في المشروع برضه. طيب في تانية شكل تاني مثلا هنا، برضو project name، المانجر، السponsor، في هنا مثلا project scope معمول ب in details شوية، مكتوب يعني مفصلينه شوية، فدي examples ممكن تعملوا فيها templates. يعني ده مثلا project تاني، في project selection process وهيشوف هيختاروا المشروع ازاي، project description كاتبين فيه حاجات كتير قوي، فهي في ليه كذا كذا شكل يعني. طب تعالوا نمسك بقى ايتم ايتم ونشرحه. البيربس بتاع المشروع، ف ده بيبقى دايركت للتوب مانجمنت، يعني انت بتوديه للتوب مانجمنت اللي هتعمله، فبتبقى عايز شورت سامري بسيط قوي رايح للتوب مانجمنت. تكتب الجولز بتاعتك، الجنرال جولز بتاعتك، وبريف اكسبلينيشن ليها. البيزنس كيس بقى اللي موجوده بتكتب فيها الماركتنج اوبورتيونيتيز، ايه يعني ايه الفرص اللي موجوده في الماركت عندك، البروفيت بوتنشلز اللي موجوده عندك هتكسب ازاي، النيدز بتاعت الاورجنايزيشن نفسها، الكاستمر ريكويست فور بروبوزل، يعني الكاستمر عايز ايه علشان خاطر يقدم البروبوزل، نقدم البروبوزل ده عليه، ايه الحاجات التكنولوجي اللي ممكن تعملها فيها، ايه الانفايرمنتال كونسيدريشنز والسوشيال والريجيلاتوري، ايه الحاجات القوانين اللي موجوده او الحاجات اللي تنفع البيئه او المجتمع، الكونسيدريشنز اللي انت المفروض تاخدها في البروجكت بتاعك. طيب الاوبجكتيفز نفسها بقى هتبقى في الجزء بتاع الاوبجكتيفز هتكتب ديتيلت بقى، يعني احنا فوق كتبنا سامري كده ستيت جنرال الجولز، كتبنا الجولز والاوبجكتيفز حاجه جنرال، هنا بقى هنكتبها ان ديتيلز شويه، وتبين فيها ان ايه اللي فيهم اللي هيودي اللي هيعمل سكسس اكتر، يعني ايه اللي حلو ايه ايه الحاجات اللي هنعملها عشان نخلي الجولز دي تتنفذ. هتشرح ازاي البروجكت ويل بي تيرمينيتد، هنقفله ازاي، يعني في الاخر هيبقى ازاي، هيخلص على ايه. لازم تحط البروفيت والكومبيتيتيف ايمز فروم ذا بزنس كيس، يعني ايه الحاجات اللي هتنافس، ايه الحاجات التنافسيه، الايمز التنافسيه اللي احنا هنعملها، والبروفيت بتاعي، وايه التكنيكال جولز اللي موجوده. بعد كده الجزء يعني ده اول حاجه. ثالث حاجه ممكن نعمل اوفر فيو.
ففي الاوفر فيو هتتكلم وهتشرح عن الفرق، او يعني مش الفرق، هتتكلم عن المانجيريال والتكنيكال ابروتش للشغل، ايه الحاجات الاداريه وايه الحاجات التكنيكال اللي هنمشي فيها في الشغل بتاعنا. والسكادولز بعد كده هنعمل سكادولز لكل حاجه بقى، سكادولز لايه؟ للمايلستونز اللي موجوده عندي، سواء بقى الفيس جيتس اللي هي زي ما احنا قلنا ما بين كل سيجمنت والتانيه بيبقى في حاجه اسمها فيس جيتس او سيجمنت جيتس، وكل سمري لكل تاسك، كل تاسك انت هتعمل فيه ايه، زي الاكزامبلز اللي انتوا شفتوها من شويه كده، ان هو شرح ان ديتيلز شويه في كل حاجه. مش شرط ان انتوا تعملوا شكل واحد، يعني ممكن تعملوا سيرش طبعا على اشكال تانية وتاخدوا الشكل المناسب للمشروع بتاعكم وتعملوه. الريسورسز بقى اللي محتاجين ان احنا نحطها، البادجت وال ايه الكوست بتاع المونيتورنج والكنترول، ايه يعني انا هعمل مونيتورنج وكنترول ازاي، وكل الحاجات الكونتراكت الايتيمز اللي هي كل الحاجات اللي هيحصل فيها كونتراكتس، عقود ما بين الناس وبعضها، ما بين الحاجات اللي هاخدها واللي هجيبها، حاجات هتتورد لي، حاجات هوردها، حاجات هدفع فلوس، حاجات هاخد منها، هاخد امتى الفلوس وكده. والبيرسونال كل الناس اللي هتشتغل في المشروع لازم اكتبهم، لو محتاجين تريننج معين، لو محتاجين سكيلز معينه، لو محتاجين، لو في مشاكل في التعيين معينه لازم اكتبها، لو في بوليسي ريستريكشنز معينه، في حد معين ما ينفعش يشتغل، او ليفل معين من التدريس، من الدراسه مثلا ما ينفعش اخد اقل منه، كل الحاجات اللي ممكن ليها علاقه بالبيرسونال او بالعماله اللي موجوده عندي لازم تتكتب. بعد كده الريسك مانجمنت بلانز، بتفكر في البوتنشال او يعني الحاجات اللي ممكن تحصل، البروبلمز اللي ممكن تحصل هتأثر على المشروع ازاي. وطبعا دي بشكل مختصر، لان انت الريسك مانجمنت اصلا بتعمله حاجه، يعني ممكن تكون بما ان البروجكت شارتر ده اول حاجه بتتعمل في المشروع، فممكن تكون لسه ما عملتش الريسك مانجمنت، وممكن تكون عملتها طبعا بدأت بيها مفيش مشكله، بس احنا كده كده في الاخر هنعمل كله، فممكن الريسك مانجمنت دي ما تتكتبش في المشروع بتاعنا جوه البروجكت شارتر، لكن هتعملها لوحدك ان ديتيلز بعدين في اخر المحاضره، يعني هنكون عرفناها ان شاء الله. والايفالويشن ميثودز، انت هتعمل ايفالويشن ومونيتورنج للمشروع ازاي، لازم تكتب الطرق اللي انت هتعملها. بعد كده في حاجه بقى زي ما قلنا اسمها الورك بريك ستراكشر، ورك بريك داون ستراكشر، اللي هو انت بتقسم الشغل وبتبدا تفصصه لستبس وديتيلز كده، بتسميها ورك بريك ستراكشر. زي ما مكتوب كده، deliverable oriented grouping of the work involved in a project that defines the total scope of the project. It's a way to divide and conquer large projects so you can get things done faster and more efficiently. فهي بتساعدني ان انا اخلي المشروع يبقى اسرع ومعمول efficiency اعلى شوية، لان انا ببقى عارفة مقسمة كل الحاجات لتاسكس وستابس صغيرة، فأقدر أتابع بسرعة وأعرف المشكلة فين، غير لما تبقى المشاريع كبيرة، حاجة كبيرة ومش ببقاش عارفة أمشيها إزاي. لو تفتكروا إن إحنا كنا قلنا البروجرام بيتقسم لبروجكتس، والبروجكتس بتتقسم لورك باكيجز، والورك باكيجز بتتقسم لستراكشرز، سوري لتاسكس، وبعد كده كانت في أول محاضرة خالص. فالورك باكج دي اقل حاجه في الورك بريك ستراكشر. طيب في بقى كذا ابروتش ان انا اقدر اقدم بيه الورك بريك ستراكشر ده. في حاجه اسمها الانالوجي ابروتش، في توب داون، بوتوم اب، مايند مابينج. فالانالوجي دي ان انا بقارن ما بين المشروع بتاعي والمشاريع الثانيه، فاقدر اقسم الشغل مقارنه بالمشاريع الثانيه. التوب داون اللي انا بعمل ايه، بشوف المشروع التاسك الكبير قوي، الايتيمز كبيره قوي، وابدا اقسمها لحاجات صغيره وانزلها لحد تاسك صغير. وفي العكس، ان انا بشوف انا محتاجه ايه صغير، وبعد كده ابدا اطلع بيه لحد ما اشوف هو هيوصلني لحد فين فوق. في حاجه اسمها المايند مابينج. المايند مابينج دي عباره عن ايه، ان انا في الاخر ببدا افكر في حاجه. انا مثلا عندي هنا المشروع بتاعي مثلا عباره عن
حد يقول لي حاجة، فكرة مشروع كده ونبدأ نفكر مع بعض. ونمتوا؟ لا مع حضرتك. صحيين يعني معايا؟ لو مش قربنا. حد يقول لي فكرة مشروع حتى من المشروع اللي هو اختاره مثلا. طب انا مات بقى ولا ايه؟ مين صح؟ طب هنا 21 يا جدعان. ماشي حضرتك يا دكتور، قولي. طيب مين؟ واحنا لسه اصلا ما اخترناش قوي بصراحه المشروع، يعني احنا بس اخترنا الاسم واخترنا اسم المشروع تمام، بس لسه ما عملناش اي سيرش عن الموضوع. يعني طب قولي لي انا حاسه ايه فكره المشروع. احنا اخترنا الفكره اللي هي محل زهور. حلو قوي، محل زهور. تعالي نكتب. يبقى احنا هنا عندنا فلاور شوب. فلاور شوب هتبقي محتاجه تعملي فيه ايه الحاجات اللي انت محتاجاها؟ محتاجه مكان شوب نفسه، يعني فكرة المايند. انا عايزة اشرح لكم فكرة المايند ماب. المايند ماب بمسك الايتم اللي انا عايزة افكر فيه في النص، فابدأ اطلع منه فروع. كل فرع المفروض بيكون بلون، مش كلها لون واحد زي كده. وابدأ اشوف، انا محتاجة اشوف الشوب الاول، ومحتاجة اشوف الفلاورز نفسها، ومحتاجة اشوف الاكويبمنت او الستورنج مثلا، الستورج مثلا، حاجات الستورج بتاعتي. بعد كده محتاجة اشوف مثلا الموردين سبلايرز بتوعي. ثانية واحدة يا جماعة، فبالتالي ببدأ أشوف إيه الأيتمز اللي أنا محتاجاها كلها في الحاجة اللي أنا بفكر فيها دي. الماين مابينج دي هتنفع، يعني تنفع في أي حاجة تانية، يعني مش بنتكلم في ده بالذات، لأ إحنا تنفع في أي حاجة إحنا ممكن نفكر فيها. ممكن لو بتلخص كتاب ممكن تعمل الكلام ده، تكتب بالاسم كده في النص والشابترز اللي في الآخر. طيب يبدأ بعد كده بقى من السهم الواحد ده، الشوب ده، أنا محتاجة أشوف الإيجار الرنت بتاعي، ولا محتاجة أشوف أنا هشتري المكان. محتاجة اشوف المكان نفسه بتاعه هو فين، اللي يفتح ومواعيد اللي قفله والفتح، بالنسبة اللي هتبقى مناسبة للأورز مثلا بتاعتي، مناسبة للمكان. وابدأ افكر بقى في كل حاجة. دي فكرة للورك بريك ستراكشر نفسها، ان انت بتقسم الشغل ازاي. طب ما انا علشان خاطر محتاجة اشوف حد ينزل، شخص مثلا ينزل يدور على المكان نفسه ويعمل ماركت ريسيرش حواليه كده، ويشوف الناس بتشتغل ايه. طب في محلات وردة موجودة تانية في نفس المكان ولا لا. وبتاع الفلاورز نفسها محتاجة اشوف ايه الانواع بتاعتي، الانواع محتاجة اشوف الري والاهتمام بتاعها ازاي، محتاجة اشوف التخزين بتاعها ازاي، وهكذا. فببدأ اشوف الموضوع بفكرة المايند مابينج، ان انا بعمل كأني بعمل برين ستورمينج للحاجه اللي انا عايزاها، بس بطريقه المايند مابينج بشكل ده. ممكن تعملوا عليها سيرش شويه عشان تعرفوا، تقدروا تشوفوا الطرق الطريقه بس بتتعمل بيها ازاي. طيب ليه بقى المانجرز بيستخدموا اصلا الورك بريك ستراكشر ديت في البروجكت مانجمنت؟ فيها بقى اقدر اعمل استيميتنج الكوست بتاعي، استيميشن بس. ثانية واحدة يا جماعة، معلش.
معاكم يا جماعه. ليه ناس بتستخدم اصلا الورك بريك ستراكشر في البروجكت مانجمنت؟ نقدر نعمل استيميتنج للكوست بيها، لان انا بفكر في كل حاجه، بقدر اشوف تقريبا ده بيتكلف كام وده بيتكلف كام، فاعمل استيميشن بس، اقدر اشوف التايم لاين بتاع البروجكت بتاعي واعمل سكادول، اقدر اعمل ستيتمنت اوف ورك اشوف مين هيشتغل ومين بيشتغل وهيعمل ايه، الريسبونسابيلتيز نفسها واقسم الادوار، اقدر بقى بيها اتراك البروجرس نفسه، اشوف بقى ايه انا وصلت لحد فين، يعني انا شغاله مثلا من فوق لتحت، لو من توب لداون او من داون لتوب، من باتم لتوب، حسب انا بشغاله بانهي انالوجيز هناك، واقدر اشوف الريسك برده في نفس الوقت. ده شكل من امثال طريقه كتابه الورك بريك ستراكشر. تعالوا نشوف مثلا، ده واحد كان عم بيعمل مشروع عجل، فاول حاجه فكر في ايه، انه الليفل 1 بتاعي هو هيعمل العجله. طيب ليفل 2 قسمها بقى، الفريم، الكرانك، الويلز، البريكنج سيستم، الشيفتنج سيستم، الانتجريشن، البروجكت مانجمنت. بعد كده بدا يقسم في كل واحده فيهم الفريم نفسه، فكان بيقول لك الفريم سيت نفسها فيها تحتيها ايه، الفريم والهاندل بار والفورك والسيت. طيب الكرانك نفسه ما كانش مقسمش تحتيه حاجه، الويلز قال فيه فرونت وفي رير، الانتجريشن بتاعي الكونسبت والديزاين والاسامبلي والتستنج. فبدا يقسم الشغل بالشكل ده. حد تاني كان عايز يعمل لعبه جديده لسن من 5 لـ9 سنين، فقسمها ازاي، قال ان هو هيعمل ماركت ريسيرش الاول، وبعدين برودكت ديزاين، بعدين برودكت ديفلوبمنت، برودكشن بلاننج، ماركتنج، وبروجكت مانجمنت. طيب نيجي تحت الماركت ريسيرش، عمل فوكس جروبس، عمل سيرفيز، عمل ريسيرش اناليسيس، عمل ماركت ريسيرش فايندكس. الديزاين بدا عمل ديزاين، وتحت الديزاين عمل حاجتين، ريسيرش ايفالويشن وديزاين دوكيمنت. مثلا في البرودكت برودكشن بلاننج عمل ديزاين، برودكشن ديزاين، برودكشن تيستينج. في الماركتنج عمل استراتيجي الاول، بعد كده عمل البلان، وبعد كده بدا يعمل الماركتنج كولاترال نفسها، بدا يوزع بروشورز وعمل ادفرتايزنج وعمل كوميرشلز. فدي شكل، ودي شكل ثالث مثلا للورك بريك ستراكشر بنفس الفكره بتاعه اللي فاتت اللي احنا لسه قايلينها. فدي كل برضو تقدروا تعملوا سيرش على اشكال مختلفه وتشوفوا الطرق المختلفه بتاعه الورك بريك ستراكشر. طيب بعد كده بقى احنا كل الكلام ده كنا بنعمل ايه، البروجكت بلان، كل الكلام اللي فات ده هي اول حاجه خالص من البلانز اللي بيقدر يعملها. تاني حاجه الريسورس بلان. طيب ايه هي الريسورسز اللي موجوده عندي اصلا؟ الريسورسز اللي موجوده عندي هي ماتيريال واكويبمنت وليبر. ليبر يعني عماله، اكويبمنت يعني الحاجات اللي انا بستخدمها، والماتيريالز الخامات اللي انا بستخدمها. طيب ايه بقى انا بحط فيها ايه تاني؟ محتاجه الرولز والريسبونسابيلتيز بتاعت كل الناس اللي بتشتغل، ده بنسميه ريسبونسابيلتي ماتريكس، وده من ضمن الحاجات برضو اللي انتوا هتعملوها في البروجكت بتاعكم، ان كل واحد هتشوت تكتبوا لي كل واحد فيكم ايه الريسبونسابيلتي بتاعته، هو عمل ايه. ومحتاجه طبعا ان انا اكتب الايتيمز والكوانتيتيز بتاعت الماتيريال نفسها اللي انا بستخدمها. فلو هنتكلم عن responsibility matrix، فده example responsibility matrix، ان انا عندي task معين بشوف هو التاسك ده موجود فين، رايح لمين، ومين هيعمله، ومين هيapprove، ومين ايه بقى الناتجز اللي موجودة دي. فهم هايكو تحت كده شايفين هنا مثلا، انا في ده احنا عندنا التاسك مكتوب هنا، هنا دول الناس، الفاسيليتيز، البلانت مانجر، الـ HR، الـ Security، الـ Project Manager، وبشوف بقى R، ما لو كتبت كلمة R يبقى هو ده Responsible. أنا ما يقول Identify a minimum of 3 asphalt contractors from Angie's list، ده مين المسؤول عنها؟ الـ Project Manager. طيب مين الـ Consulted، يعني مين اللي أنا هاخد رأيه في الموضوع؟ الـ Facilities بتاعي، الـ Facilities Manager بتاعي. طيب مين الـ Accountable ومين الـ Informed؟ يعني مثلاً review codes and references make contractor selection، بيعمل حاجتين دول، two tasks دول. مين اللي لما يخلص المشروع ده هقول له ان المشروع ده خلص؟ ال plant manager وال HR. طبعا يعني الموضوع انه مش هتعملوه بصوت يعني sophisticated قوي كده، لان احنا مش ناس كتير يعني، والموضوع مش organization كبيرة،
بس الفكرة بيبقى شكله عامل ازاي في المشاريع. فاحنا كل اللي هنا مثلا في الاخر كاتبين مثلا هنا الديو ديت بتاع كل واحد ايه، وكاتبين الستاتس بتاعه ايه، هل هو التاسك ده دن ولا ان بروسيس ولا كانسلد ولا ايه، ايه ظروفه يعني ايه اللي حصل. ثالث بلان بنعملها الفاينانشال بلان، كل ستيج من المشروع بنحتاج لها فلوس قد ايه ونقدر نعملها نكتبها في سكادول. عشان خاطر نعمل فاينانشال بلان نديفلوب البادجت نفسها، احنا محتاجين نعمل فوركاستنج او يعني رؤيه مستقبليه للريسورسز اللي المشروع هيحتاجها، ومحتاجين نعرف الكوانتيتي بتاعت كل واحد ونعرف امتى هيستخدمهم ونعرف الفلوس اللي فيها، ولو في ونعمل حساب الانفليشن او التضخم اللي ممكن يحصل. ده كده تقدر تحسب بيها البادجت بتاعتك. طيب الكواليتي بلان بقى يعني ايه كواليتي؟ بتبقى فيها ايه؟ بعمل فيها حاجتين، حاجه اسمها كواليتي اشورنس بلان وحاجه اسمها كواليتي كنترول بلان. كواليتي اشورنس يعني بتاكد ان الكاستمر نيدز ار مات، يعني انا ان الحاجه بتاعتي الاكتيفيتيز بتاعتي البروجكت بتاعي بيميت الكاستمرز نيدز. الكواليتي كنترول بقى ده التكنيكس اللي بستخدمها علشان اكونترول بقى الليفل بتاع الكواليتي اللي انا عملته بقى، يعني امينتينه يعني. فالكواليتي اشورنس بتاكد بس ان الحاجه واصله مظبوطه، الكواليتي كنترول بتاكد انها وصلت مظبوطه وفضلت مظبوطه. الخامس بلان بنعملها الريسك بلان. الريسك بلان دي بقى اللي احنا بنفكر في كل الفاكتورز والبروبابيلتيز والامكانيات والبروبلمز اللي ممكن تحصل واشوف انا هتعامل معاها ازاي. دي كذا حاجه من الحاجات اللي ممكن تتعمل في الريسك بلان، منها السوات اناليسز اللي انتوا خدتوها، ودي ممكن تتعمل برضو في البروجكت سكوب في الاول ان انا بعرف الدنيا ماشيه ازاي. في حاجه اسمها انفلوينس دايجرامز، في فلو تشارتس ممكن، وفي الحاجه اللي احنا هندرسها اسمها كوز افكت او فيش بون دايجرامز. تعالوا نشوف شكلها الاول وبعد كده نشرح بالتفصيل. فيش بون يعني ايه؟ هي بتبقى عامله زي الفيش كده، يعني رسمه السمكه، يعني عظمه السمكه ليها راس وليها ليها بادي، ليها راس كده وليها بادي وليها بقى الشوك بقى اللي طالع كده بنكتب عليه. فبنكتب هنا ايه في حاجه دي الجزء ده بيبقى الكوز وده الافكت. لو حصل ايه السبب وهيحصل هيأفكت مي ازاي. فاحنا هنا بيفكر بيقول الميس ديدلاين، ان انا عندي ديدلاين ومش هعرف اعمله. طب ايه اللي ممكن ياثر عليا ده يعمل لي التاثير ده؟ ايه السبب لحاجه زي كده؟ ممكن يكون زي ما هو مكتوب هنا البيبل، في absent السكرتيرة غابت، حد من ولاد الموظفين تعب فما جاش، مفيش communication ما بيننا وما بين بعض. في مثلا في الماجمنت ما حدش قاس البروجرس مظبوط، ما حدش كان مظبط الجولز، لك ما كانش في تايم شيت. في مثلا environment الـ اسمه ايه ده، الاوفيس كان ساقع جدا فالناس ما كانتش تعرف تقعد وتشتغل بسهوله. noisy coworkers، الناس في حواليهم دوشه كبيره. الفلوريسنت لايتس، النور كان الابيض الفلوريسنت ده فكان عالي جدا فكان بيأثر على الشغل. واخدين معاكم يعني بيفكر في حاجات ديتيلز بسيطه قوي ممكن ما تخطرش على بال الناس. يعني انت وانت بتفكر كده ميس ديدلاين واحد ما شافش شغل بس، لكن بصوا قد ايه اللي ممكن يكون فيها افكار. في تاني مثلا هنا reduced competitiveness، يعني هو ما بقاش ينافس في السوق. فممكن يكون ايه مثلا external environment او management project approach، او من ناحية المانجر او من ناحية الستاف محتاج training اكتر، او مش مهتم بالاوتكم، مش فارق معاه، ما عندوش motivation كفاية. مثلا ايه تاني حاجة، ان الكوربريت ستراكشر نفسه، الستراكشر بتاع الكوربريت نفسها doesn't correspond to process management، مش عارف يرسبوند مع المانجمنت بتاعته.
في الاكزامبل ده مثلا ده واحد كان وول ستريت موجو دوت عم باد برجرز، في برجرز البرجر مش كويس. طب بيفكر ايه اللي ممكن يطلع البرجر بتاعه مش كويس، المشروع البرجر بتاعه ده. الماجرمنتس مثلا مش بيحط سبايسز مظبوطه، او الماشينز انه في ما فيش مينتنس كويس وما فيش هايجين كويس، يعني مفيش تنظيف كويس للمكان. الريسيبي نفسها مش ماشيه مظبوطه، الماتيريالز مثلا نوت فريش نوت اس بريسكرايبد كواليتي، الكواليتي نفسها مش موجوده. ممكن يكون البيرسونال نفسها بيخزنوا بطريقه مش كويسه، او مش عارفين يستوروا او يعملوا يسووا يعني البرجر نفسه. نشرح بقى هو بيتكلم عن ايه. ريسك فاكتورز بتتحط على السايدز بتاعت الفيش بول. الاوتكم بقى اللي هو الفيلير بتاع البروجكت هو بيبقى زي ما احنا قلنا كده، انا عندي باد ايكونومي، بيرفورمانس ويكنس، هاي برايسنج، كومبيتينج برودكتس، اي حاجه ممكن تحصل تودي المشروع ان هو يفشل. والفيلير فاكتورز بقى اللي هي بتتحط من الناحيه الثانيه، هي دي بقى اللي ممكن تودي تسبب الفشل ده، اللي هو ممكن يبقى ويك انجينيرنج، بور ماتيريالز، اي لو برايس، حاجات من الحاجات دي كلها. اخر بقى تو بلانز احنا مش هنتكلم عنهم غير يا دوبك، بس هنتكلم ايه عن ايه. حاجه اسمها اكسبتنس بلان، اللي هي الطريقه ان انا اقدر اخد بيها الكاستمر اكسبتنس، يعني اتاكد ان الكاستمر هيقبل مني البروجكت بتاعي، والبروكيورمنت بلان اللي هي البلان اللي بتحدد لي الاليمنتس بتاعه المشروع اللي هاخدها من الـ external suppliers. فهشوف ايه اللي انا محتاجة من external يدخل لي، مش هنخش in details في الكلام ده خالص. وكان برضو زي ما تعودتوا في الجلاسري كل الـ definitions والـ questions بتاعت ده، ويبقى كده خلصنا الحمد لله الجزء بتاعي. اي سؤال بقى في اللي احنا قلنا ده كله، حاجة مش مفهومة، حاجة انتوا نمتوا مني صح؟ لا ما حضرتك كده. لا ما حضرتك كده. طيب في حاجة مش مفهومة، حاجة طبعا مش هيبان قوي كل الحاجات دلوقتي، انتوا لما الكلام ده كله تاخدوه في يعني تبدأوا تذكروه تبدأوا تطبقوه على البروجكت، يستحسن يعني ان انتوا تحاولوا يعني حتى لو ما طبقتوش بشكل كبير قبل عشان مثلا خاطر الميد تيرم او اي حاجه، بس احنا عاملين حساب الكلام ده كله، بس يفضل ان انتوا يعني تاخدوا فكره عن الموضوع بسيرش كده بسيط قبل التطبيق، علشان وانتوا داخلين تطبقوا على التاسك اللي المفروض تعملوه تبقوا فاهمين اكتر شويه وشايفين اكتر الموضوع بيتعمل ازاي. ف لو في اي سؤال بعتولي، انا موجوده، بعتولي على تيمز. لو محتاجين اي محاضره تانية في رمضان مثلا او بعد رمضان، اي وقت عايزين اي حاجه تسالوا على حاجه تظبطوا الدنيا، محتاجه بس المندوبين يتابعوا معايا موضوع السكاشن بالذات، كل سكشن خدتوه ولا لا، اتاخد فيه ايه، علشان ابقى متابعه معاكم عشان ما فيش حاجه تقع مني. وان شاء الله اشوفكم. مش انتوا كده، انتوا في منكم هيتخرج خلاص صح؟ مش هشوفكم في حته تانية. اللي في تالتة بتيالي او يعني سينيور ون ممكن اشوفه مثلا جاية في اي حاجة تانية ان شاء الله، ويا رب بالتوفيق ان شاء الله. وقبل الميد ترم هبقى ليا اوديو مثلا افهمكم بس الدنيا هيبقى فيها ايش، ايه اللي داخل ايه اللي مش داخل والكلام ده كله باذن الله. كل سنة طيبين، رمضان كريم، بس يعني حاولوا تجتهدوا في الدعاء والقرآن، رمضان شهر القرآن، لا تنسوا القرآن ولا يعني ما زحم القرآن شيئا إلا بركة. فإن شاء الله ما حدش يقول أنا عندي امتحانات ميد ترم فمش هقرا الورد اللي عليا ولا مش هنزل أصلي التراويح، كل الكلام ده حاجة، والمذاكرة حاجة تانية خالص بعيدة عن الكلام ده خالص، لأن
يعني فرصة مش هتعوض، الله أعلم الواحد هيقضي كام رمضان بعد كده، ربنا يديك طول الأمر، بس إن شاء الله ربنا يخرجنا من رمضان مغفور لنا وعتقنا إن شاء الله من النار. كل سنة طيبين، نشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.